يعني دور محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة أصوات السادة الناخبين باجتماع جمعية عربية عادية لجمعية المؤسسية المصرية جلسة 16/10/2022. الحقيقة البناء على روح الجمعية العمومية العادية لجمعية المؤسسية المصرية المعقدة في الساعة 6 مساء يوم الأحد يوافق 16/10/2022 على اختيار لجنة مشكلة من السادة الذي أسماها من بعد من أعضاء الجمعية العمومية المعقدة اليوم، بالإضافة إلى كل من السادة التي أسماها من بعد من مديرية الشؤون الاجتماعية بالقاهرة للإشراف على الانتخابات، أستاذة سحر متولي حامد مدير إدارة الأسبكية الاجتماعية، أستاذة سناء عايز الدين جمال رئيس قسم الجمعيات بإدارة الأسبكية الاجتماعية، الأستاذ مدحت محمد كامل باحث قانوني المديرية، أتمنى أن أشكر خالص الشكر يعني الحقيقة، الأستاذ عبد الله منعم المهندس رئيس المهندس عبد الله سامي رئيس اللجنة، أستاذة الدكتورة منال يحيى توفيق محمد، أستاذ مهندس محمد سليمان كريم أحمد، دواني يا فندم، مهندس حمدي طاهر علي حسين، ويسمحوا لي برضه باسم يعني المجلس المنتهي ولايته اشكرهم على هذا الجهد الكبير باسم جمعية عمومية كمان على جهودهم الكبير للمسألة. قد استعرضت اللجنة المذكورة بعلي أسماء المسألة المرشحين وتأكدت من لحظة مرضوية مسألة التحاق كل منهم الجمعية، وتبين أن عدد الذين لهم حق الانتخاب 520 عضوا وهم المسددين لاشتراك الجمعية حتى عام 2021، وتبين أن الحاضرين بأنفسهم عدد 159 عضوا ومفيش بالتفكير بقى، وخد بعد حصر أصوات السادة الناخبين تبين أن اللجنة عدد الأصوات الصحيحة هم كانوا 159 مش فاكر كان 159، وعدد الأصوات الباطلة لا كان 4 في الفصول و2 في الشركة. قد قامت اللجنة المشكلة بفرز أصوات السادة الناخبين كما تم استبعاد الصوت الباطل وكانت الأصوات الصحيحة على النحو التالي. أنا مش هقول بقى كل البتاع بعد إذنكم، هقول الإيه الناجحين الفرز النهائي عن النحو يعني. وذلك يتضح أن 14 مرشح حاصلين على أعلى الأصوات وأصبحوا أعضاء المجلسات الجمعية هم أولا المهندسين يعني من حفظ الأطفال الجميع فاروق علي زكي الحكيم 119 محمد يونس عبد السميع الحملاوي 87 صوت مبروك مع الوزير مهندس مصطفى عمله شعبان 79 صوت محمد سامي عبد 76 صوت محمد امين عبد 75 صوت محمد هاشمي 75 صوت ثانيا اعضاء المعنويين شركات شركه مصر للبترول المهندس اشرف صبري احمد محمود الشركة الخاصة للكهرباء مهندسة دليل حسين مصطفى 103 صوت، شركة الياس المهندس خالد مصطفى جمال 101 صوت. ثالثا أعضاء المعنويين جمعيات جمعية الهندسة الإدارية المهندس أسامة حلمي السعيد 132 صوت، الجمعية المصرية للتخطيط العمراني المهندس محمد طلبة 120 صوت. واللجنة وقعت على مجالها لتشوف الفرد وتحرر محضر بذلك، ألف مبروك للزملاء الأعزاء أعضاء مجلس الإدارة كل الجامعة.